وبشأن البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن القرار الذي أصدرته بريطانيا لإسقاط التهم عن جنودها الذين ارتكبوا جرائم حرب إبان غزو العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. دكتور عبد الحميد، سلام الله عليكم. لنبدأ من البيان، أصدرتم بيانا بشأن قرار بريطانيا إسقاط التهم عن الجنود الذين ارتكبوا جرائم حرب أثناء غزو العراق. بداية، كيف تابعتم وتقرؤون هذا القرار وفي أي إطار يمكن تصنيفه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين الكرام. هي جريمة ثانية تضاف إلى جرائمهم السابقة فضلا عن الجريمة الأولى والكبرى، وهي جريمة المشاركة في غزو العراق واحتلاله، ثم بعد ذلك ما نتج عنه من ممارسات وانتهاكات كثيرة، وهي ترقى إلى جرائم حرب ضد أبناء الشعب العراقي من المدنيين ومن الأبرياء. وتأتي هذه اليوم يأتي هذا القرار فكأنه تكرار لتلك الجرائم بحق هؤلاء الأبرياء، وهي نوع من المكافأة للجناة وللذين قاموا وارتكبوا مثل هذه الجرائم والانتهاكات. وهي ليست المرة الأولى بالمناسبة التي يعمد مثل هؤلاء إلى التستر على جرائمهم وعلى انتهاكاتهم، فمن قبلها أمريكا التي هي عرفت هي صاحبة المشروع الأكبر وهي التي قادت الغزو، وهي التي اشتهرت بجرائم كثيرة ضد أبناء الشعب العراقي، وما جرائم سجن أبو غريب وغيرها بخافية عن العالم. طيب دكتور، هناك في البيان طبعا هناك إقرار المحكمة الجنائية الدولية بوجود أدلة تدين القوات البريطانية بجرائم حرب، لكنها لم تفعل شيئا. بعد هذا، هل يمكن التعويل على المحكمة الجنائية الدولية دكتور عبد الحميد؟ يعني نظريا اليوم في ظل هذه الظروف، ربما المتحكم كما هو معلوم بالنظام العالمي هي أمريكا، وبريطانيا كما نعلم هي حليفة لها في هذه الجريمة، جريمة غزو العراقي واحتلاله، ربما في هذه الظروف اليوم لا يمكن التعويل على مثل هذه الجرائم على عفوا هذه المحكمة ولا على المنظمة الأممية عموما. لكن كما هو معروف في مثل جرائم الانتهاكات، انتهاكات حقوق الإنسان، هي لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن، فإنه لا بد أن يأتي اليوم الذي تتغير فيه مثل ما يقال قواعد اللعبة السياسية في العالم، وربما سيأتي اليوم إن شاء الله تعالى الذي يحق فيه الحق وينتقم فيه أو يسترد حقوق هؤلاء الأبرياء ويقتص من الجناة مهما طال الزمن كما نقول. دكتور، سياسيا هل تعتقدون أن بإمكان حكومة الكاظمي يعني أن تتخذ خطوة عملية باتجاه هذا القرار البريطاني الذي من شأنه أن يفلت الجناة من العقاب وبالتالي يضيع حق الضحايا وذويهم؟ يعني الشعب العراقي يدرك اليوم يقينا أن حكومة الكاظمي هي وجه من وجوه الحكومات السابقة، هي كلها حكومات الاحتلال، هي حكومة واحدة وهي أداة واحدة من أدوات هذا الاحتلال، هي لا تستطيع أن تفعل شيء أو تنفذ شيء، وهي بالأساس لا تريد، لأنها همها الوحيد هي الحفاظ على المشروع، مشروع الاحتلال، والمحافظة على كراسيهم ومناصبهم. لذلك لا يمكن التعويل لا على هذه الحكومات لا في مثل هذا الملف ولا في غيره من الملفات الأخرى. والشعب العراقي لن ينسى أبدا هؤلاء الساسة الذين قدموا للقادة الاحتلال، لسياسي الاحتلال، آيات الشكر، دروع، هدايا، ووضعوا الزهور على نص صوب الجنود المحتلين، ويعني ثمنوا جهودهم كما وصفوها في كما قالوا تحرير العراق، ولذلك هم شركاء في مثل هذه الجرائم ولا يمكن التعويل عليهم في أي جانب من هذه الجوانب. ولا ننسى أيضا مشاركتهم، مشاركة هؤلاء السياسيين في جرائم أخرى وانتهاكات مماثلة بحق أبناء الشعب العراقي. دكتور، إلى أي مدى ترون أن القرار يكشف حقيقة حالة العدالة المزدوجة وربما المتناقضة طبعا التي تعيشها كل من بريطانيا والولايات المتحدة؟ نعم، هو فصل جديد من فصول فضح هذه الازدواجية التي يعني تميزت بها ما يسمى بالحضارة الغربية اليوم للأسف،
هذه الازدواجية في كل شيء تتعاطى فيها مع بلادنا وبلادنا العربية والإسلامية ومنها العراق بالتحديد. قد فضحت هذا الزيف وكشفت الوجه الحقيقي لهؤلاء، فهم ينادون ويرفعون شعارات الحرية وحقوق الإنسان وغيرها، لكنها في أرض واقعنا يفعلون ويطبقون ضده. الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لكم.